ليه موبايلك بيهنج بعد فترة من الاستخدام؟ هل عشان بيكون اختيارك غلط؟ ولا الشركة مش كويسة؟ ولا هل فعلا شائعة ان المعالج بيضعف مع الوقت؟ دي حقيقة ولا لأ؟ السلام عليكم، معكم علاء رمضان، وانت بتتفرج على قناة مصر على اليوتيوب. ازيكم، ايه الأخبار، عاملين ايه؟ الفترة اللي فاتت كنت بألف تعليقات كده بالصدفة من كام يوم، لقيت في تعليق كده بصراحة شدني، بيسأل السؤال دوت: ليه علاء الموبايل بيضعف مع الوقت والكلام دوت؟ بصراحة تعليق شد انتباهي جدا، رغم انه كانش فيه تفاعل عليه يعني. المهم باختصار كده اقول لكم، الموبايل بيضعف مع الوقت، مفيش حاجة اسمها، اول حاجة سأوضحها، مفيش حاجة شائعة ان المعالج بيضعف مع الوقت، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده خالص، المعالج ما بيضعفش مع الوقت، دي حاجة ثابتة. وطبعا افهم الحاجة، مفيش معالج مثلا سرعته 2 جيجا هرتز مع الوقت مثلا يبقى 1.5 جيجا هرتز، مفيش الكلام ده خالص، ولا مثلا الكاميرا بتضعف ولا الكلام دوت. هوضح لك الموضوع عامل ازاي عشان سريعا كده. انت سيادتك لما تجيب موبايل جديد مثلا بيكون شغال معاك سريع وكل حاجة، بعد سنة سنتين بتلاقيه بدأ يهنج جدا جدا بقى، وبدأ يجيب اخر موبايل خلاص على فرش الموت زي ما بيقولوا. حاجة ماشي. طبعا بيكون على فرش الموت زي ما انتوا عارفين. فليه بقى، ايه اللي بيحصل؟ المعالج مش بيضعف يا جماعة، هو كل اللي بيحصل انت التطبيقات والالعاب اللي كنت بتلعبها وانت جايب الموبايل الجديد كان المعالج قادر يشغلها بكل قوته وكل حاجة فيه، لكن الالعاب والبرامج والتطبيقات وكل حاجة بتستخدمها على الموبايل حجمها بيتقل مع الوقت بسبب التحديثات والكلام دوت. طبعا عندك الفيسبوك بينزلوا تحديث كل 5 ساعات او كل يوم تقريبا، فبرامج زي كده والالعاب بالذات الحاجات دي مش بتضعف المعالج، لا بتبقى اتقل من المعالج مع الوقت. يعني دلوقتي انت جبت الموبايل المعالج قادر يشغل لك الحاجات دي كويس جدا، لكن مع الوقت بدأ يهنج، ده مش معناته ان المعالج ضعف خالص، الكلام ده مش صح تماما. لا والله المعالج زي ما هو سرعته هو 2 جيجا هرتز هي 2 جيجا هرتز، 1.5 جيجا هرتز هي 1.5 جيجا هرتز، نفس الانويه، نفس البنيه التحتيه بتاع المعالج، نفس كل حاجه، ولكن اللي بيختلف ان الحاجات بتتقل عليه، المعالج مع الوقت ما بيبقاش قادر ان هو يشغل الحاجات دي لانها بتكون تقلت، بيكون لها قدر معين، ومع الوقت الحاجه دي حجمها بيكبر. يعني ابسطها لك مثال بسيط كده خالص، دلوقتي مثلا لو جبنا شخص عادي يطلع مثلا شكارة رملة للدور العاشر، هيطلعها في مثلا في 10 دقايق بالظبط، 5 دقايق، ممكن كمان ياخدها جري او يريح مثلا مرة في الطريق. طب لو جيت مثلا نفس الشخص دوت قلت له نزل بقى مثلا واستريح شويه، وقلت له خد مثلا شكارتين حطهم على كتفك واطلع بيهم الدور العاشر، هل هيطلع في نفس السرعه اللي كان بيطلع فيها في الاول؟ واحد طبعا دلوقتي هيقول ايه، يعني هو مش هيقدر يقوم بيهم من الارض اصلا عارف، بس لا خليني الاول في الفكره اللي بقولها، هل هيقدر مثلا يطلع بيهم؟ وان طلع هل هيطلع بنفس المده معينه، نفس الوقت اللي طلع فيه وهو شال شكاره واحده؟ وهل كمان هيطلع مش هيريح في الطريق غير مرة واحدة زي الأول؟ الموضوع فاهم قصدي؟ تقريبا كده أنا وضحت لك الرؤية بشكل عام يعني، وبس. وده كده كانت سلسلة بسيطة كده من سلسلة اسأل المصري، فيديو بسيط. طبعا عارف إن حلقات الشنبي وده مش بمزاجي، أنا أصلا من الناس اللي بتحب تربي شنبها، بس عارف أنا صغرت 20 سنة لقدام، 20 سنة لورا مش لقدام، عرفت ان انا صغيرت 20 سنة لورا، وده وقت مش بمزاجي، لان اصلا في حاجات تبع الدراسة وكده، تصوير والكلام دوت بتجبر الشخص، ظروف الحياة بقى وكده، ان الشخص لازم يحلق دقنه وشنبه وكده. انا عادة ده انا ما بحبش اربيها، لكن هو الشنب بس اللي حبيت اربيه، بس هرجع اربيه زي الاول ان شاء الله. بس كده عارف الموضوع تافه اصلا، بس السؤال ده بصراحة اتكرر كتير جدا ولاحظته حتى في صفحة الفيسبوك، ناس بتسألني فيه، حتى ناس زمايلي اللي انا اصلا في الدراسة عندي وكده وفي العمل والكلام دوت، في ناس بتسألني في الكلام دوت. يا جماعة انا مش عارف، اتمنى اكون رأيي وضحت، بس كده مش عايز، مش حابب اكون طولت عليكم، اكون استمتعتوا جدا يعني، وزي ما انا استمتعت جدا بالكلام معاكم، وبس. كان معاكم علاء رمضان، اشوفكم على خير، السلام عليكم، لا اله الا الله.